راح اقضي يوم واحد في نيويورك سيتي، راح ازور فيه اهم المعالم. تعال نزور اهم المعالم في نيويورك سيتي. من التاكسي الاصفر اكيد انك عرفت ان انا في منهاتن، وبالتحديد في التايم سكوير، المكان اللي مستحيل تلاقيه فاضي. على العموم طلعت ورحت على السنترال بارك، لكن يا جماعه كان جوه جدا كئيب مع الشتاء، فقررت اني اغير المكان واروح لمكان ثاني. اخترت اني اروح لبروكلين بريدج اللي يربط ما بين بروكلين ومنهاتن، في ممشى في النص جدا جميل ولا يفوتكم وقت الغروب.